اكيد هذا اليوم كيعرف هو تنظيم اول نشاط ديال الهيئه في المكتب الجهوي ديال الهيئه بالجهه الدربيضه بجهه عفوا الرباط سلاق نيطرة. اذا هذا النشاط بعد ما تاسس المكتب الجهوي وتم انتخاب ديال سي رشيد جقه وهو رئيس المكتب الجهوي مع الاخت سهام ابو عبد الله هي النائبه ديالو الاولى. ف طبعا راينا اننا يكون اول خروج ديال الهيئه في هذا الملتقى الجهوي الاول واللي اختلنا العنوان اليه الدعم والمواكبه ديال المقاولات. كيف ما كتعرفوا الاهميه ديال هذا الموضوع، اغلب المقاولات الان خصها يعني الاليات، خصها تعرف ما هو الجديد المسجل. واحد مجموعه ديال البرامج الان اللي كتشتغل عليها الدوله واللي احنا بغينا استدعينا الفاعلين في هذه المجالات باش يقدموا ما هو جديد ومستجدد. واحد مجموعه ديال البرامج اللي هي مهمه لا في الوكاله ديال المغرب مقاولات ولا في الوكاله ديال التشغيل ولا في الابناء كذلك حضر معنا. فمشكوره الغرفه التجاره والصناعه انها فتحت لنا الابواب ديال تنظيم هذا النشاط. وبالمناسبه تم التوقيع في الاسابيع القليله الماضيه على اتفاقيه شراكه اللي وقعناها مع الغرفه ديال التجاره والصناعه بالرباط سلام. مشكور سي حسن الساقي على المجهودات اللي كيبذل معنا في الحقيقه، وكذلك الحضور ديال مجموعه ديال المؤسسات المجلس الجهه اللي حتى هو شارك معنا في هذا اللقاء، واحد مجموعه ديال المقاولات اللي كتشكل النسيج المقاولاتي بالجهه. فاحنا ان شاء الله كنطمحوا باش تكون الرباط هي واحد الدعامه اساسيه ديال الهيئه ديالنا، للهيئه الحمد لله الان متواجده واحد مجموعه ديال الجهات منهم طنجه تطوان حسيمه الدار البيضاء فاس مكناس، وحنا مقبلين على جهات اخرى. بالمناسبه كذلك فالجهه فالهيئه ستنظم وتتعقد مؤتمرها الوطني الاول في الشهر المقبل ان شاء الله، واللي غتكون هي انطلاقه وطنيه باش تكون الهيئه حاضره وكتمثل للمقاولات الصغيره ولا الصغيره جدا ولا المتوسطه. فشكرا مجددا على حضوركم، وكنتمنى يكون ان شاء الله نجاح الاشغال ديال هذا اللقاء اللي كنتمنى يكون يعود بالفائده ويعود بالاستفاده كذلك لمجموعه ديال المقاولات اللي حاضرين معنا. هذا النهار كان كتنظم الهيئه الوطنيه لجهه الرباط سلا القنيطره الملتقى الوطني للهيئه اللي ان شاء الله غادي يكون انطلاقه لمقاولين مبتدئين، واللي ان شاء الله بحول الله كنطمحوا انها يكون واحد اللي ان شاء الله كانت هذه الهيئه اللي كانت الانطلاقه ديالها من طنجه، واللي ان شاء الله دابا الهيئه غطات اكثر من 5 ديال الجهات على الصعيد الوطني و3 ديال الجهات وحدين اخرين اللي في طور الانجاز. وان شاء الله بحول الله كنتمنوا انه المقاولين الشباب والمقاولات انهم يلتحقوا بنا، وانها تكون واحد البدايه لمشجعه، واحد البدايه واحد التحفيز لهذا الشباب للطموح، وهذا الشباب اللي باغي ان شاء الله يمشي في المغرب، يمشي بالمغرب بعيد ان شاء الله بحول الله.